جديدة. الليلة حلقتنا هتكون حلقة خفيفة كده وحلقة فيها ايتمز جديد متنوعة كده وحاجة خفيفة بسيطة عبارة كلها عن حلويات. ومعانا شيفنا كالعادة. ازيك يا شيف؟ الحمد لله والله بخير. ممكن توري سادة المشاهدين الليلة شو؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من مطبخ الشروق على قناة الشروق. النهاردة حلقتنا كلها حلوة في حلو كده. هنعمل كنافة، هنعمل قطايف، هنعمل جلاش، يعني انا حاطة حاجات كتير وهلعب بقى، واللي هيجي في بالي اعمله هعمله بصراحة. يعني اول حاجة هنعملها هنحط الشربات على النار وهنعمل الكريم، بس هنحط الشربات الاول علشان يلحق يبرد. هنحط كوباية سكر، كوبايتين مية، وهنحط عصرة ليمون نقطتين، اقل من نص ليمونة، مجرد بس انها تدي تيست. وهنسيبها بقى ننقلها على نار تانية علشان احنا نشتغل على النار دي. هنعمل ايه؟ هنعمل الكريمة. اول حاجة هنعمل كريمة اساسية وبعد كده نبدأ ناخد منها بقى ونخلط. هنحط الحلة على النار وهنحط 3 كوبايات كريمة. وبعد كده معانا بيضتين، هناخد بس الصفار بتاعهم هناخد الصفار بس بتاع البيض صار كده، وبقسم يطلع معايا بس الصفار. هو ده بس اللي انا عايزاه. الثانيه يعني الليلة لا توم ولا بصل ولا أي حاجة، ولا دموع ولا روايح ولا أي حاجة. الليلة حلويات بس. عندنا سكر بودرة، أنا برضو هحاول إن الحاجة معايا ما تكونش مسكرة قوي علشان لسه في شربات هيتحط ولسه في فاكهة ولسه في زبدة فول سوداني، فالحاجة هتبقى مسكرة. فهحط بس معلقتين يعني تقريبا تلت كوباية سكر بودرة، هقلبهم واحنا حطينا هنا 3 كوبايات لبن. بعد ما البيض كده تجانس كله مع السكر البودرة هنزل عليه بنص كوباية لبن. وهقلبهم حلو. دلوقتي احنا عندنا حاجة، الخلطة دي فيها صفار بيض، فصفار البيض لو نزلته هنا وهو سخن قوي هيخسر وهيديني طعم البيض، هيبقى باين قوي. انا هوطي على الشربات عشان بدأ يغلي. طعم البيض هيبقى باين معايا قوي فهتبقى الكريمة زفرة. فبنعمل ايه؟ بنعمل حاجة اسمها مهيئة. يعني ايه مهيئة؟ يعني اللبن هنا دافي مش سخن، وده هنا اللبن مع صفار البيض بارد. هاخد شوية لبن من الدافي انزل بيهم بالراحة على هنا وانا بقلب بسرعة، وبعدين هاخد شوية كمان قد الكمية وهنزل بيهم بالراحة وانا بقلب بسرعة. انا كده هنا الخليط معايا ده بقى دافي، يعني لو مسكته كده بقى دافي معايا. مجرد ما بقى دافي هو وصل لدرجة الحرارة دي، فكده انا عملت المهيئة. هبدأ انزل بيه هنا بالراحة. كده عملنا موازنة بين الحاجتين بالظبط، بين البارد والسخن علشان البيض ما يصفرش معايا. ممكن في البيت نضيف فانيليا او مجدد. ممكن نضيف فانيليا، ممكن نضيف نسكافيه، ممكن نضيف اي فليفر احنا عايزينه. انا مش هحط لان انا قلت لكم انا مش هحط لان احنا الكريمه دي عايزينها كريمه اساسيه،
هقدر ان انا اخد منها على حاجات تاني. في شويه سكر هنا فاضيين، هحط بقى هنا شويه لبن تاني. اهم حاجه ان انا اقلب ده عشان البيض ما يبخرش معايا. وهحط هنا معلقتين نشا، طبعا قوام القوام بتاع الكريمه زي ما احنا عايزين على حسب هنستخدمها في ايه. انا عايزاها تقيله شويه علشان هزود عليها حاجات تاني، فتبقى لو خفت شويه يعني هزود قمر الدين، فقمر الدين هيخففها شويه فتديني القوام اللي انا عايزاه. هنزل دي برضو هنا. فهسيح شوية قمر الدين، بس عايزة المية تكون سخنة عشان يسيح معايا يدوب بسرعة. حطيت تقريبا نص كوباية مية على أقل من ربع واحدة قمر الدين. ما بخليش بس الكنافة طويلة شوية، يعني بقطعها وبرضه ما بخليهاش قصيرة قوي. هنحط الكنافة نية. كده طبق الكنافة، حط الكنافة تكون على الصينية كلها. بضغط عليها كويس، اضغط عليها بصينية اصغر منها او بأي حاجة اقدر ان انا اضغط بس عليها جامد. لازم اضغطها كويس عشان ما تفكش مني حتى بعد ما اطلعها. ممكن اجيب صينيه اصغر، اتاكد بس ان انا طلعت كل الهواء اللي ما بين الكنافه. انا نوطي برده على قمر الدين ده عشان يدوب خالص. شوف الكريمه ماشيه كده اه حلو قوي، نوطي عليها بس بدأت شوية. شوف كده تمام، نخلي دي على جنب دلوقتي هنستخدمها تاني. ممكن نوطي خالص هنا وبرده نشوف قمر. ايوه كنافة كده تمام. الكريمة معلش انا اسفة كده تمام. هنقفل عليها وهنجيب موز. عارفه يا شفايه عندنا الجمردين بيتعمل عصير؟ اه واحنا بيتعمل في الخشاف. لا احنا عارف عندنا الخشاف؟ ايوه احنا عندنا القمر الدين اكتر يعني معظم الناس بتاكله زي المهلبيه، بيتعمل زي المهلبيه. اه عرفت عرفت ايوه، بيتحط في النار كده بيكون أيوة. زي الجلي كده بالظبط. ايوه احنا برضه عندنا، لكن انت الحقيقه في بعض الاسر كده بتعمل عصير فبتكون حلو برضو، بتنقع قبلها كام ساعة كده وبتصفى بعدين او بتخلط. هحط الموز على الاطراف. الكنافة مع الموز يا جماعة مش قادرة اقول لكم، خطيرة 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 بجد. هنحط الموز على الحرف. برضه هنحط في النص، مش هنحط كتير قوي في النص، وعلى الحرف كمان عشان يمسك الكريمه وما تقعش من الكنافه.
نطلع فاصل قبل ما نرص الكنافة. تمام. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. حبايبنا واهلنا الطيبين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع نواصل مع حلوياتنا الجميله دي. هنكمل الموز. وري المشاهدين عملت لي هنا شنو في الفاصل ده؟ ما عملتش حاجه، انا هنا بس حطيت معلقه نشا مع شويه ميه وحطيتهم معانا عشان يتقل. نكمل رص الموز. وبعدين بقى هنيجي نقطة الكريمة، احط بس مش بحط على الحرف، يعني بوصل لغاية طرف اول الموز، وهي كده كده لما هتدخل النار هتفرد معانا زي ما احنا عايزين. طبعا عايزين كمية كتيرة، عايزين كمية قليلة. كده كفاية بالنسبة لي قوي، تعملي طبقة حلوة قوي. شوية طمعت لما شفت ال ايوه كده يا دوب هتفرد معايا في الصينية كلها. وهنجيب الكنافة تاني، هنحط برضو على الوش، هحاول ان انا اضغطها برضو، مش هقدر ان انا اضغط قوي بس هحاول اضغط على قد ما اقدر. هي بتبقى طبقة عالية عشان الموز وعشان الكريمة، مش هضغط قوي. اللي دي هنعمل بيها كنافة تانية. هنحطي شوية زيت عشان ناخد منها على طول. هحط بقى كده اوسع شوية حلوين. شوية حلوين على قد ما اقدر، يعني انا حطيت تقريبا كوباية. هضغط كده عليها حاجة بسيطة عشان الكريمة اللي احنا حاطينها. متساوية. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 تقريبا 25 دقيقة. شوف 25 دقيقة تبقى عاملة ازاي. نعمل بقى تاني حاجة من الكنافة. ماشي، هحط الكنافة هنا تتحمص. هقطعها، هقطع الكنافة الأول خالص. عايزاها مفتفتة، ممكن نضربها في الخلاط بس أنا بحب إن أنا
اقطعها كده بايدي بتبقى احسن، احسن ما تكون ناعمه خالص، لان انا مش هعملها كب. بس هفرطها عن بعض خالص. دي طريقة وحاجة تانية. هنعملها زي صينية التارت كده. ايه التارت؟ اللي هو البسكوت اللي بيبقى عليه من فوق كريمة وفواكه. اوكي. هنحط عليها سكر بودرة عشان دي مش هتاخد شربات. ده ربع كيلو كنافة، هنحط عليه معلقتين سكر بودرة كبار، وبرضو هنحط زيت وزبدة، معلقتين زبدة ومعلقتين زيت كبار، قلبهم حلو. السكر هو اللي هيديني النكهه بتاعته، طبعا الزيت هيديني التحميره والزبده هيديني تديني التيست. ممكن نحمرها على النار من فوق او ممكن نحطها في الفرن. انا هحطها في الفرن عشان استغل النار من فوق ان احنا نعمل عليها حاجه تاني. طيب ايوه يا شيخ، انا لاحظت انت ما دهنتيش الصينيه بالزيت او زيت ده عشان هي خلاص بقى هي مليانه زيت وزبده، فهي هينزل منها زيت وزبده كتير. اوكي. كده تمام، ناخد شويه من هنا شويه من هنا وندخلها الفرن. هنحطها في الفرن على نفس درجة الحرارة. بس كل شوية هنطلعها ونقلبها عشان نشوفها وصلت لحد فين. احنا فضينا الكريمة هنا في حاجة، خليها على جنب بس عشان تبرد شوية. ودي كمان خلاص خليها برضه هنا، هقول لكم هنستخدمها في ايه. وهنا هنحط زيت وهنقلي القطايف. انا كمان بفضل، ممكن نحط دي كده. انا بفضل ان انا اعمل الكنافه اللي احنا حطيناها تتحمر في الفرن، ان انا اعملها هنا علشان الفرن احط فيه الجلاش عشان ما نستناش. القطايف دي عجينتها او بتتعمل كيف؟ لانه ما عندنا احنا في السودان جاهزه، مش موجوده. خلاص الحلقه الجايه نعملها عجينه ونسويها هنا. دي انا هقفلها نص قفله بس، مش هقفلها قفله كامله علشان هحشيها كريمه. نحشيها كريمه قمر الدين مع قراصيه ومشمشيه مكسرات. يعني النهارده احنا الليله هنستمتع. الليله حلو في حلو. ايوه حلويات بس. انا بفضل ان القطايف اللي بتتحشي كريمه ما ننزلهاش في الشربات، هي اوريدي هتبقى واخده كريمه وفواكه مجففه. هنعملها حشوتين، هنعمل حشوه بالكريمه والفواكه وحشوه بالكريمه والفواكه المجففه. عاملين كذا
صنف بتاع حلويات. في حاجة أنا لاحظتها، إحنا ورينا السادة المشاهدين إنه كيف يعملوا طريقة الكريمة. صح؟ أيوة، عشان حتى لو هم عايزين يعملوا بقى حاجة براية تانية غير الحاجة اللي إحنا عملناها، يبقى إحنا كده معانا طريقة الكريمة. إن شاء الله تكون عرفتها واستفدتها. أحمد خلاص بقى شايف؟ لا لا، انا قلت لك انا لحد ما اخلص البرنامج هكون اخذت دوره تدريبيه مجانيه. بالظبط. شوف انا كده ماشي كويس. زي الفل. الله، بدك تجيب ريحه؟ ايوه طبعا، ريحه الزيت والزبده. الزبده مع الكنافه حاجه عجيبه. احنا هنحمر القطايف وبعد كده هنحشيها. ممكن عبال ما القطايف تحمر اقول لكم الصوصات بتاعتها. لما القطايف تتحمر ونقول الصوصات بتاعتها، ممكن تديني الكريمه؟ حاضر. سكر محل محطوط على الكريمه. زي انت. اول حاجه انا هعمل واحده احط الكريمه بس، وهنحط معاها فواكه. فهحط كيس، هحضر كيس كده كريمة بس. كريمة بردت؟ كريمة بردت. ممكن يحطها في التلاجة لحد ما ممكن تتحط في الفريزر، بس أهم حاجة دي كده. أول حاجة، أهم حاجة إن أنا لو هحط الكريمة في التلاجة لازم أجيب كيس وأحطه عليها يلمسها عشان ما تعملش عليها قشرة من فوق. دي جود بوينت. تاني حاجة بقى، هناخد معلقة من الكريمة الخطيرة دي، ريحتها رهيبة. لا خليها هنا هنستخدمها. وممكن تديني يا مرة دي؟ حاضر. شكرا. أنا شغال بزيت في البرنامج ومساعد معاك يا شيف. ده لسه سخن، هقطع فيه المشمشية والقراصية. وهحطها فيه عشان تدوب. مشمش هو شنو؟ وقراصية اللي هو البرقوق المجفف. اوكي. لأنه دي حاجة اسمها جديدة أول مرة. القراصية ده البرقوق المجفف. فلازم تتحط في مادة سايلة علشان ترجع تاني تبقى طرية. فاحنا هنحطها المادة السايلة بتاعتنا، ان احنا هنحطها في قمر الدين وهو سخن. شوفي كده شيل خلاص. لا لسه، وطي بقى عليها. خلي بالنا في بذرة هنا. ممكن ناخد هنا شوية الغراسية، شوية كده كده من عندك عشان ما تتحرقش. هنقطع الغراسية برضه صغير. نحطها نسيبها بس شوية كده تدوب. نشوف القطايف. القطايف دي تقريبا عندكم حلوة رمضانية ثابتة صح؟ يعني تقريبا بنسبة كبيرة جدا محدش بياكلها غير في رمضان. صح، لأنه أنا صراحة ما بشوفها إلا لما أجي في رمضان في مصر. ده حقيقي. عشان كده سألتك. إلا لو في زول ممكن حابة يعملها غير رمضان ممكن يعملها. مفيش، قليل قوي قوي. ممكن حتى الأماكن اللي بتبيع الحلويات الجاهزة قليل لما بتلاقيها فيها. اوكي. لسه هي كده في منها استوى. هي كده كده مستوية، احنا بس بنحمرها زيادة. هنطلع اللي اتحمر. قلنا مش هننزلها في شربات عشان هي واخدة كريمة.
قبل ما نفتح عشان ما تسرحش. شكرا. اللون المكرمل على الوجه في اي مش بقولك بتتعلم اهو ادينا ماشيين كويس. ممكن تبص على الفرن نشوف. تعالى كده بدأت احطها على الكريمة دي وهقلبها. دي هتبقى الحشوة التانية للقطايف. انا هحط دي في التلاجة عشان تمسك شوية لسه دافية، وهحط برضو الكيس ده في التلاجة. وانا هواصل تجهيز الكنافة. ايوه الله ينور. القطايف اللي بردت معايا انا هحطها في الطبق. مفيش مشكلة خالص. الليلة ما في شيف ضيف، لكن أنا قمت بالدور. أيوه بالظبط. احنا ممكن نقدمك على إنك الضيف اللي معانا النهاردة. مش كده؟ بس خلاص تمام حلو اتفقنا. النهاردة ضيفنا شيف أحمد. انا عارفه شيف اي، انا بحب الحلويات شديد. الحلويات الشرقي عموما يعني انا بعشق الحلويات والشوكليت والحاجات اللي فيها سكر دي. طب حلو. وانا من صغير لحد ما انا كبرت اسناني كلها سوس بسبب الحلويات. عشان كده انت مبسوط النهارده. ايوه شايفه الروح فيها، شايفه كده وبتساعدني ايوه دي البوزيتيف بتاعت السكر. حلو ان شاء الله كمان الحلويات تعجبك. ان شاء الله يا رب. النهارده لازم ندوق. اهو طبعا. كده فاضل هنعمل الجلاش. ممكن برضو نبدا نحضر فيه. ندخل دي على جنب كده. نعمل الجلاش بطريقتين. اول حاجه نعمله في صينيه. صينيه مكنه كنافه فيها زبده. بعدين يا شيف هاي الحاجة الحلوة في رمضان الروح بتاعته شهر خير وبركة وكرم والمشاركة ونحن بنساعد. ما هو احنا بنقول رمضان بيحب اللمة. بالضبط اللمة والمشاركة والمساعدة في البيت. ده يعمل دور وده يعمل دور وده يشارك وده يساعد في المطبخ. الشهر الوحيد ما شاء الله الناس كلها في البيت بتشارك عشان كله بيبقى جعان، لكن بعد الفطار محدش بيعمل اي حاجه. لا بعد الفطار بعد الفطار كله بيرخم و بالظبط. هنحط طبقه زبده. سميدي زبده حلو برضو. احنا قلنا انا بحب الزيت والزبده، فهزود هنا زيت. وبعدين هندهن بقى حلو. ده جلاش؟ ده جلاش. طيب وبعدين هنحط طبقه ثانيه. بسمع برضو بيقولوا محشي جلاش. جلاش محشي. جلاش محشي. ما ده هنعمله محشي كريمة. اوكي. عندكم ممكن الحشي كريمة، مكسرات سادة، مكسرات بقى فستق، لوز فستق، لوز بندق، سوداني. ايوه.
انا افتكرته يعني لا بتعمل يعني محشي لحمه مفرومه مر ايوه او محشي ملح او بيتعمل محشي جبن او بيتعمل محشي لحمه مفرومه بيتعمل محشي فراخ اوكي كل بين كل طبقه وطبقه لازم احط الزبده وطعم ونكهه وكل الحلويات الشرقيه لما بتاخد زبده كتير وبطلعها من الزبده عادي انا بصفيها والزبده دي برجع استخدمها تاني لانها زيت وزبده فمحافظه على درجه حرارتها. ايوه الزبده ايوه بتدي تيست جميل جدا في الحاجات دي. اخر طبقه مش هحط زبده عشان هحط الكريمه كده عايزين الدور هنا برضه عشان ما يفرد ما يفرش. ممكن تديني كريمة. ماشي شكرا. هاي الكنافة اخبارها شفتها فين؟ في الفرن لسه. لا اه دي لا لسه يعني حاجة بسيطة اوي. انا هجلد لسه معلش. هنحط الكريمه مش هحط طبقه كتير زي الكنافه علشان لما تفرد عشان الجلاش كمان ما يبقاش عالي قوي. وبرده مش هوصل للطرف قوي علشان لما هيفرد معايا. حلو قوي. نشيل بس الزلابيه دي نشيل بس القطايف دي ما عملناش زلابيه النهارده كمان. اه والله ليه ونحط طبق الجلاش. زبدة وبالراحة وانا بحط علشان فيه تحت كريمة. بكلف الصينية دي حوالي كم قطعة كده من الجلاش؟ هتتعمل كم قطعة؟ هتعمل واحد اتنين يعني ممكن تسعة على حسب احنا هنقطعها قد ايه. اوكي هنحط اخر طبقة. الكنافة اتحرقت ولا لسه؟ لا 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 كويسة كده ماشيين كويس. الشربات هنطفي عليه كده خلاص. ودي اخر طبقة للجلاش ادخلها من الجنب كده برضو. هرفع اخر طبقه واحط الطرف ده تحتها كده وارفع عشان كده كنت مخليه اخر طبقه اول طبقه حطيتها من تحت كنت مخليه طرفها باين من فوق
علشان نلف عليها طبقه الجلاش. هنستخدم دلوقتي حالا بس ندخل ده الفرن. هنبرضه هنقطعه تقطيع كده بالراحة قبل ما يدخل الفرن. اه بس ايه بعلمه كده عشان لما يطلع اقطع التقطيع دي. حاجة بسيطة وهندخله الفرن على درجة حرارة 180 هياخد 10 دقايق ربع ساعة. هنشغل من فوق ومن تحت. الكنافة بدأت اهي. هنعمل ايه بقى في الفلاش ده؟ هناخده زي ما هو مبروم كده احنا برمناه، وزي ما هو مبروم هقطعه السمك اللي احنا عايزينه بس ما يكونش تخين قوي، وهنحطه هنا نفرده بس كده حاجه بسيطه. دي شو كلاش برضو بس يعني شكل كده هنحطه هنعمله ساده. هنحط الزبدة والزيت نتأكد كده ان الزبدة دخلت جواه. ندخله الفرن برضو نشوف ال دي خلاص كانت. نبص كده على الحاجه اللي في الفرن دي نطفي عليها ولا لسه؟ لا لسه شويه والله سيكه. اه سلام يا سلام يا سلام. الريحه الريحه دي يا دلع يا جمال. بتكاتي حركاتي وبركاته. نحط دي من فوق. كنافه لسه شويه. جلاش شبه تبرد. بيلعب لعب ريحه الزبده خطيره. ما احكي لكم بصوا هو في زبده اهي كتير هنسيبه يبرد وبعد كده هنشيله ونحطه على مصفى هيصفي كل الزبده اللي فيه. بس هو لازم يبقى كده لازم لازم صوت الشكشكه دي. بس انا لقيته حاجه بسيطه قوي عشان ما يبقاش مسكر قوي. هنسيبه يبرد. في حاجه تاني عايزه اقول لكم عليها ان احنا دلوقتي عشان وقت الحلقه مش هنقدر ان احنا نكمل الكنافه دي فهنعمل ايه. ودي برضو علشان لو احنا في البيت فايض مننا حاجه واحنا شغالين نشوف هنقدر نشيلها ازاي. اول حاجه خلينا نخلي ده على جنب. هنجيب بوله والكريمه بتاعتنا تقعد في الثلاجه من 3 ايام لخمس ايام على حسب درجه حراره الثلاجه بتاعتنا كويسه ولا ايه. ممكن يا شيف نعمل دي الحلقه الجايه؟ اه احنا فعلا هنعمل كده هنخزنها وهنوريكم احنا هنشتغل بيها الحلقه الجايه ازاي. فانتظروا الوصفه دي الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. هتبقى حلوه قوي مش هتبقى مسكره. وهنحط عليها دول هنحط عليهم فواكه ودول هنحشيهم بالكريمه بقى دي اللي بقمر الدين والقراصيه والمشمشيه. هذا المشاهدين هم الطيبين ما ننسى نقول لكم كالعادة موجودة اليومية رابط صفحتنا بتاع الفيسبوك تتواصلوا معنا تفاعلوا في أي سؤال في أي استفسار. شايف هاي موجودة ولا ما كده يا شيخ؟ اه طبعا ابعتوا لنا لو في حاجة معينة عايزين تعملوها حاجة عايزين تسألوا بتتخزن ازاي واحنا هنجاوب على كل أسئلتكم. في وصفة حابين الشيف تعملها ليكم أو في أكلة مصرية حابينها أو حابين طريقتها ما عارفينها برضه ممكن تكتبوا تورونا والشيف حتعملها لكم إن شاء الله بإذن الله.
انا هفتح الكيس فتحه كبيره شويه عشان دي فيها الفواكه المجففه، فعلشان الفواكه تنزل. هنحشيها ريحتها حلوه قوي بجد. الناس اللي بتحب الحاجه مسكره شويه ممكن تحطوا عليها شربات، بس انا ما بفضلش عشان ما تبقاش تقيله او دسمه قوي. هنشيلها بنفس الطريقه عشان هنستخدمها المره الجايه مع الكنافه. ممكن نطلع الكنافه عشان الزمن يا شيف. حاضر. وده طبق ال اسمه ايه؟ لا لسه 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 مطول. وكده خلصت حلقتنا النهارده، حلقتنا من مطبخ الشروق على قناه الشروق. عملنا الكنافه اللي محشيه كريمه وموز، عملنا الجلاش اللي محشي كريمه، عملنا القطايف اللي كانت محشيه كريمه وفواكه وكريمه وقمر الدين وفواكه مجففه، وقلنا ازاي نشيل الكريمه والكنافه اللي متحمصه لو فاضت مننا. هنستنى تعليقاتكم وهنستناكم تقولوا لنا عايزين نعمل لكم ايه تاني، ونشوفكم في الحلقه الجايه ونكمل الكنافه. وبكده اعزائي المشاهدين بتكون حلقتنا لليوم خلصت، انتظرونا بكره ان شاء الله.